اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من ضواحي مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا احنا هنايا موجودين في واحد الارض اللي موجود فيها بزاف ديال العائلات اللي مهدده بالتشرد. طبيعه الحال جا عندهم واحد السيد اللي كيدعي بانه هو مول الارض، ولكن للاسف كيقولوا هاد الناس هادو يعني ما عنده حتى شي وثيقه اللي كتثبت هاد الشيء هذا. والاهم من ذلك كله انه هاد الناس هادو يعني اللي ساكنين هنايا راه مده طويله، يعني هنايا كما يقولوا يعني داروا الوتاد ديالهم، يعني هنايا فين ولدوا ولادهم هنايا، باش هنايا يعني المقر ديالهم هنا اللي حاسين بالامان، يعني تولفوا في هذا المكان هذا في هذه البلاصه هذه، فما عندهمش يعني ملجا فين غيمشيو ليه، ما عندهم حتى شي بلاصه فين غيمشيو ليه، يعني كيفاش غيديروا، يعني بداو من الصفر يلا غيبداو. خصوصا كما كنشوفوا الناس يعني الناس كبار في السن عندهم 60 70 عام، فلا حول ولا قوه الا بالله. فالانسان يعني كيكون مريض يعني ما عندوش حتى ماوى فين يمشي ليه، فهذه يعني شويه صعيبه. فمعنا هنايا هاد السيده هادي اللي هي راه تبارك الله يعني راه جده، راه عندها الحفايد ديالها اللي راهم والدين ما شاء الله اللي ساكنه هنا مده طويله. فجا السيد هنا اللي يعني بغى يخرجهم، فيعني صراحه يعني شي حاجه يعني اللي صعيبه. السلام عليكم لاله، كي دايره بعدا شويه لاباس عليك؟ قولي لاله شنو وقع لكم هنايا من جا عندكم السيد؟ لا وليدي جا عندنا هددنا، قال لي يا هادي بلادي باقيكم تخويو، ملي جاو كرفصونا وليدي محنونا انا وعيالات ولادي محنوهم والوليدات. ومرت ولدي مسكين عندها واحد البنيه معاقه شده دار ليها بحال كان اللي حاب رجله وضرب الدريري الصغير تا هو هي تما. وجاني انا شدني وليدي من يديا من يديا بجود وخرجني للشانطي والحديدة وليدي واقف وهم كيزروا فيا وليدي، ما نكذبش عليك وليدي كرفصوني مرضوني وليدي محنوني، وانا عائلة عندي هنا كغندير ليهم فين غنمشي؟ ما بغاش يعوضني، ما بغا يشري ليا ما والو وليدي محني وكرفصني وليدي. هاد السيد تعدى عليا بزاف بزاف وليدي تعدى عليا هادشي، راه منين تا وليدي كل داب كيجيني كيهددني وكيكرفصني. يعني هاد السيد هذا مد يدو عليك؟ مد يدو عليك هاد السيد هذا؟ مد يديه عليا ودابا كيقول لي تي كيجيب با وكدر به بالحجر. انا ما عمرني ضربت باه ما عمرني والو وليدي محني وليدي. واخا الارض اللي ساكنين هنايا سكنتوا مده طويله هنا ياك؟ مده طويله. شحال ديال الناس هنا اللي ساكنين معاكم هنا؟ شحال شحال ديال الناس ساكنين معاكم هنا؟ هنا ثلاثه. هما ثلاثه ديال العائلات؟ انا ثلاثه ديال العائله ولادي ولاد شدوا لي الدري الكبير شدوا الشهر تاع الحبس، وعقب خرج مسكين دوز ذاك الشهر وخرج وداو لي الدري الاخر تا هو حكموا عليه شهرين. هو اسمه تا هو مسكين دوز ديك شهرين. علاش حكموا عليه شهرين؟ ما بغاش ما بغيتوش تخويو لينا من هنا. دابا تابعين لي الدري الصغير تا هو باغيين يشديو داو ليه لاكار. واخا قولي لي دابا شنو عندكم هنا المشاكل ديال الارض؟ مين جا عندكم السيد قدم لكم شي وثائق رسميه؟ ما عندنا لا وثائق لا والو وليدي، حاجه ما كاينه عندنا وهو ما عنده والو. يعني دابا تحكم علينا. تحكم عليكم بالافراغ دابا؟ اه حكم علينا ودابا راه غاديين يجيو ثاني. امتى اخر مره جاو عندكم؟ جاو يلا كي مشاو هي تما ومشاو جدارميه ما مشاو حتى ثلاثه ولا ما عرفت الربعه عاد مشاو. قولي لي دابا هنايا كيفاش عايشين هنايا في كيفاش عايشين هنايا في الارض هنايا؟ يعني وليدي اش من عيشه؟ واش من عيشه وليدي؟ عيشه ديال تماره والمحين والوليدات، وخرجوا لك الوليدات للشانطي ومشردين، الوليدات مشردين، الباوات مشردين، الام مشرده تمارة وليدي. يعني بغاو يخرجوك من الفوق؟ بغاو يخرجني صح، قال لك باغي يخرجني، وقال لمرت ولدي نعطيك شي قاسم باش
خرجي انت بوحدك وحسان امو على برا ما نعطيوهمش. وتي نعطيو قالت لي لا. واخا نهار 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 الاول باش جيتو تسكنتو هنايا شكون اللي عطاكم الارض باش تسكنتو هنايا؟ عطا لي نسيبي. نسيبك؟ نسيبي. ايوا عطا لي وليدي وشاف حاله. فين مشى فحالو؟ مشى ما تلاش بال لينا دابا. ودابا الارض ديالو واش باعها؟ باع لهاد الارض؟ باع شي حاجه هاي هنا. باع شي حاجه؟ شاد مولاه هاد البيله عندو كيقول لي هو اسمه. ما تقوليش سميتو يعني باعها لهاد الشخص هذا اللي بغى يخرجكم؟ لا باع واحد اخر. وهادي باقا ما مبيوعاش. هادي باغي قال لك هو باغيها. حيت كاينه على الطريق. على الطريق ولكن هذه الارض هذه اللي نتوما فيها شكون اللي باعها لي؟ شكون اللي باعها لي؟ باعها لي حتى واحد، باعها لي والدري ولكن ما مكاتبش معاه، ما مكاتب معاه ما والو. يعني شرى الارض بها بالعائلات يعني عائلات ساكنين فيها. اللي تكاتب معاه جاو في الليل قتلوه. يعني هو مازال ما تكاتب معاه ما حتى شي حاجه، يعني ما دارش معاه شي ورقه رسميه. لا ما كاين يعني باع معاه بالكلمه. بالكلمه يا واخا مهمتي انت الان ما عندكش فين غتمشي، محتاجه فين تمشي، ما تقدريش تخوي هذه الارض. ما نخويش. شنو تبغي تقولي لهذا السيد؟ شنو تبغي تقولي ليه باش يدير معاك حل؟ بغيت نقول ليه شري لي كاع وعوضني انا وليداتي ونحيد لك منه. يعني ستي راك ما كرهتيش فيه، ما عندك فين تمشي. انا ما كرهتش يا بنتي، انا ما كرهتش. شحال من عام وانتم مضاربين على هذه الارض؟ راه شحال من عام ابنيتي. شحال؟ شحال دابا؟ عارفين هما شحال من عام وحنا من 2012 وانتم كتخافطوا معاه، هو كيقول لكم انا شاري. انا شاري. كتحكم عليكم بالافراغ يعني راه شاري. المحكمه ما يمكنش تحكم بلا وثيقه بلا جوج. بلا والو ابنيتي. واش كيدير هذا السيد؟ كيعطي الفلوس وكي. لا شنو خدمته؟ شنو خدمته؟ يعني كتقولي ان ممكن يكون تزوير باش انه تم البيع ديال هذه الارض وحنا غنتشردوا. دابا انت اللي خايفه منه هو تشردي. شنو الرساله ديالك للناس المسؤولين باش ما تشرديش ويديروا لك حل مع هذا السيد؟ الله يعاونكم اوليدي، والله يوقف اعلامكم، والله يعلي درجتكم يا ربي. شنو بغيتي يا ميمتي؟ شنو بغيتي من المسؤولين؟ شنو الطلب ديالك؟ سلمانيك سلمانيك الطلب ديالكم انتم المسؤولين. الطلب ديالك شنو تبغي تقولي للمسؤولين؟ المسؤولين شنو تبغي تقولي لهم؟ وليدي بغيت يعاونوني ويعوضوني انا وليداتي. فاش بغيتيهم يوقفوا معاك؟ يوقفوا معايا بنيتي في السكن باش ما تشرديش. باش ما نتشردش ويديروا لي بنيتي. انتم تبارك الله ثلاثه العائلات. ثلاثه وحده وحده. واخا ما جلستيش مع هذا السيد، ما قلتيش لي انا راه ما عنديش اوليدي فين نمشي، عوضني. شنو كيقول لك؟ ما بغاش. ما نعقلش عليك خوي ليا. انا حسيتي بالحقره. حقرني حقرني يا وليدي، حقرني. لا حول ولا قوة الا بالله. فين جات هذه الارض؟ عطينا العنوان ديال الارض فين كاينه. العنوان ديالها دوار الحفرة. دوار الحفرة هي جماعة ولاد زيان. قوليها امي انت. دوار الحفرة. جماعة ولاد زيان. هاد البلاصة كيقول لها الحفرة، ولكن الدوار شنو سميته؟ دوار ولاد زيان. ولاد زيان. ولاد زيان. صافي راه شفت. صافي راه الرسالة ديالك راه وضحها بطبيعة الحال. راه كاع الناس يعني شافوك والمسؤولين راهم شافوك كما شفتوا مشاهدينا الكرام. فبالنسبة كذلك حتى الناس اللي يلا التحقوا بينا خليك هنايا بارك الله فيك. راح عارفين لك. الله يصاوب لك اميمتي، كنتمناو من هاد السيد يدير معاك حل. الله يصاوب لك اميمتي. الله يصاوب لك. الله يصدر ليها هو تا. الله يخليهم لك. الله يخليهم لك، خليك هكذا معايا هكذا نختموا مع الناس. كما كتشفتوا مشاهدينا الكرام بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا بينا، حنا كنتواجدوا مباشره من ضواحي مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا هاد السيده هذه اللي هي راه تبارك الله يعني راه عندها الحفايد اللي هما مزوجين. السيد اللي بغى يخرجهم يعني من الارض، ومن للاسف يعني كيهددهم دائما بانهم يخرجهم يعني يشتت لهم الشمل بهذا المعنى هذا. فطبيعه الحال السيد كيدعي بانه الارض يعني في الملك ديالو، وكيقول لهم يعني هو راه شاريها ولكن شاريها مع الاسف يعني غير بالكلمه، ماشي حتى شي ما عنده حتى شي ورقه رسميه. فالسيده كما كتشوفوا يعني راه كتحس يعني بالحقره، فمع الاسف. وكيف ما قالوا يعني الحكم الا كان الحكم يعني بالافراغ فمعناه انه خصو يكون وثائق رسميه، فماشي يعني الحكم بالافراغ بدون وثائق رسميه. فهذه يعني شي حاجه يعني القضيه شي حاجه فيها ماشي هي هذيك. فتحنا طبيعه الحال من هذا المنبر هذا كنتمنى من الناس المسؤولين اللي متحكمين يعني في هذا الشيء هذا
يشوفوا هذا اللايف هذا ويدخلوا على الخط ويشوفوا الموضوع ديال هذه القصه هذه وهذه القضيه هذه، لانه القضيه شويه فيها يعني كتبان يعني فيها شويه تخرويض، ما فيهاش يعني شي حاجه اللي. فالحاجه الوحيده اللي كنطلبوها انه هذه السيده هذه ما تضيعش، لا هي لا وليداتها لا حتى شي حد ما يضيع. فيما كتشوفوا راه السيده يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه يعني قد الجده ديالو، ف يعني شي حاجه بحال هذه نورمالمون ما خصهاش الدار. وصلت الرساله ديالك مهمتي، وان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. فكنتمنوا كنشكروا كاع الناس اللي كيشاهدونا في هذه اللحظات على امل ونلتقي في بث اخر بحول الله. الى اللقاء.